وعدتك ظلم برضو هتتعبك. نسمة العطار يا مهدهد الشباب محبوبي فوق الصاري وقلب عليه ارتباك قلب عليه ارتباك. اكسر فحل البصل وفص الليمون عزك واشحن بطنك وعبر وتبلم من الكسل وتمشي ما انت داري وتنام على مكتبك. وسألنا الدكتور يحيى الفخراني الشهير بالفنان يحيى الفخراني وقابلناه في مكان عمله في يوم تاني غير يوم تسجيلنا مع الأخ عماد. عماد الأستاذ يحيى الفخراني، عماد ممثل ناشئ. أهلا وسهلا. أنا أول ما مدام نجوى قالت لي أنت ليك 3-4 دقايق على الشاشة قلت على طول الأستاذ يحيى الفخراني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا عايز في الأول أسأل ستك سؤال. أوي دلوقتي إيه الطريق الصح الإنسان ياخد فرصته؟ في ناس تقول لي خش تكنولوجيا ومثل، عندك امثال استاذ يحيى الفخراني واستاذ عادل امام كله زراعه وطب ومثلوا في الكليه وبعد كده بقوا فنانين كبار، وفي ناس تانية تقول لي خلص وخش معهد فنون مسرحيه، وفي ناس تانية تقول لي خش تمثيل من اي باب مثلا اشتغل ديكور اشتغل مجاميع اشتغل اضاءه. يعني هو الطريق الصح بالظبط؟ هو انا بيتهيالي انك لو دخلت مجال اخر غير التمثيل وبعدين حسيت بعد كده انك انت نفسك تمثل قوي هو ده اللي هيدفعك تبقى 100% انت عايز كده. يعني قصدك يكمل مثلا تعليمه؟ يكمل تعليمه خالص. سنه ايه عمال؟ ثالثه ثانوي صنايع. ثالثه ثانوي صنايع يعني كمان بعيد خالص. عشان كده قلت تكنولوجيا. تمثلت قبل كده ولا اول مره بتمثل؟ مثلت ثقافه جماليه ومثلت في مسرح الطليعه ومثلت ملاك الشباب. انت واخد بالك من الالقه بتاعه؟ هو بس اهم حاجه ياكل الكلام. انا كان فيا العيب ده يعني صلحته كويس. صلحته ازاي؟ بقيت هبطك لما كنت بس لما منفعل قوي بيتاكل بعض الحروف اول ما مثلت، فبقيت اسمع نفسي واشوف كده. ده الحقيقي. اديله درس. اديله درس الحقيقه. ده انا اقول حاجه بقى من اللي انت حافظها كده. في مشهد ان الخليفه مات ويجي الاعلى منه يقول الحاجب نبه، فبيقول له ايه؟ يا هذا الحاجب انبئ ابناء اميه. من اول بقى يا عماد وشك بقى في ال. ماشي اتفضل يا عماد بقى قول. في مشهد مثلته في مسرح المدرسي بيقول ايه؟ يا هذا الحاجب أنبئ أبناء أمية من في القصر ومن خلف الأسوار، قل مات خليفتكم مات يزيد أعدل أهل الأرض وابرز للسوقة سيف القهر. وابرز للسوقة سيف القهر وقل إن قد أغمد سيف لكن سيوفا أخرى قد سلت. الحاجب بيطلع ويقول بقى يا قوم مات خليفتكم مات يزيد أعدل أهل الأرض. هو لازم يدخل تكنولوجيا الاول وبعدين تكنولوجيا. طب هو المفروض يقولها ازاي يا استاذ يحيى؟ والله ما اعرف اقول الحاجات دي خالص. انت ما مثلتش مسرح عربي؟ مثلت مره على فكره. مش ده جميل. مثلت مره. لا يعني انت قلت ايه الاول يا عماد؟ مات ايه الاول؟ الاول جمله ايه؟ مات يزيد. قولها كده. يا قوم مات يزيد اعدل اهل الارض كده. قولها له بقى. مات يزيد اعدل اهل الارض. انا ما اعرفش اقول كده. الله لا ده هي دي موهبه خاصه. انا مره مثلت اقول لك لا ما بعرفش لازم نص لازم اعيش. يعني ناخد من سيادتك. اما انا عارف بس انا ما بعرفش امثل فورا بحضر كتير قوي وده عندي فعلا. والله يعني انت من الفنانين اللي لازم يعيشوا. لازم احضر قبل كده وبتاع. لازم تعيش في الدور. لا يعني مش ممكن تنسى نفسك وانت بتشتغل. لا مفيش حاجه في ضرب ولا حاجه. لا لا صحيح. لا مش للدرجه. اصل انا اعرف في فنانين بينسوا نفسهم في الضرب وفي الانفعال. لا ما فيش فنان. لا في والله مش قوي كده. لا هو بيبقى لا بيبقى قاصد ينسى نفسه في الضرب بالذات. بيضرب. لكن ما فيش حد ينسى نفسه قوي للدرجات دي. يعني ممثل لازم يبقى فيه انفصال والا يبقى جنان بقى يعني يبقى خلاص. طب حضرتك انت قلت ان هو لازم بقى يخش تكنولوجيا. انما هل في حاجات معينه يخلي باله عليها؟ الف ب التمثيل يعني او الفن. هو الف ب تمثيل الأول يبقى موهوب شوية. يعني انت شايف ايه؟ ده جاي من آخر الدنيا. والله جاي من آخر الدنيا. ان شاء الله يبقى كويس بس انا ما اقدرش احكم الحقيقة. طب ما تدي له امتحان يمكن انت تحكم. بلاش باللغة العربية. دي له امتحان. طب ما تعرفش تقول حاجة بالعامية. هو بصراحة يعني معظم مدرسة المدرسة من ابتدائي لثانوي دلوقتي كل لغة عربية. ابتدائي لثانوي. طب اتعلم. لا اقول يعني في حاجة كانوا بيعملوها انا ما اعرفش عشان انا مش خريج معهد، لكن كنت بسمعهم يقولوا مثلا مثل لي. انا مش عارف امثل حاجات زي، لكن مثل لي الابريق ابو بزبوز مثلا.
عبد الله ببزبوز بيقولوا ابريق ببزبوز. اه والله كان في امتحان قالوها لك؟ لا ما قالوليش، انا ما دخلتش المعهد، بس هو دايما كده. هو هي في حته احساس صادق صحيح يعني ان هو عايز يشوف الممثل قدر تخيله قد ايه يعني. يعني يقول له مثلا ان ورقه شجره بتقع في الخريف، فمثلا تلاقي تقدر تعمله. والله انا ما اعرف يعني، لازم بقى يعني. هو بس انا اعتقد انه مفيش اكيد كل ممثل هيعمل يعني، في واحد هيقع كده وواحد هيقع كده وحسب في هوا ولا مفيش. هو مجرد انه يفكر ان هل في هوا هل مفيش هوا، يبقى عنده خيال. لان في واحد يعني ما يبقاش عنده خيال. تشوف لنا ورقه الخريف اللي وقعت. وبعدين الممثل اختيار يعني، انت تختار مثلا ان هو يبقى احلى شكلا لو في هوا فالورقه تقع كده، ولا مفيش هوا فالورقه تقع كده. شوف كده ورقه يعني ورقه شجره طعم على الشجره فصل الخليف. وانا اعمله يعني، انا اتخيل نفسي ورقه شجره. ايوه ماشي. ده الهواء ورقه الشجره. ما شاء الله. هو هنخش التكنولوجيا. لا هو التكنولوجيا اضمن يعني. الاستاذ يحيى الفخراني دخل كليه الطب، ونفسي اعرف ايه علاقه الطب بالتمثيل. بعد ما يعني لو عندك اي حاجه تقولها لعماد عشان عنده تمثيل برضو دلوقتي. لا هو انا بالنسبه لي في كليه الطب انا تورطت، جبت مجموع كبير في الثانويه العامه فدخلت كليه الطب. لكن كنت قلت تستغل المجموع. استغل المجموع فاخرت نفسي 6 سنين. بس هو مفيد طبعا جدا يعني. اي ممثل، الممثل عده تجارب، ما هوش ولا الحرفيه والحاجات دي كلها بتتعلمها بعد كده. لكن هو المهم انك تجاربك الانسانيه اللي انت عشتها واللي انت معايشها مع الناس، حسيتها ولا ما حسيتهاش، تقدر تكررها تاني، تفرزها تاني ولا لا. هو ده الممثل. صحيح، مش اكتر من كده خالص. لكن التكنيك ده ملوش دعوه. طب احنا عايزين نشجعه وتعمل معاه لقطه من اي مسلسل وهو يشترك معاك. طيب قول. انا مش حافظ والله. ليالي الحلميه مثلا، قول له كلمتين كده وترد عليه. بقول له استحفظ يا عماد. تحب تعمل دور ايه، عالي ولا عادل؟ انت شكلك صغير. ده اللي تشوفني في ستك يعني. لولا ممدوح عبد العليم انا كنت مغيرنا، لكن زي بعض. ايوه علي، عملت ايه النهارده مع زهرة؟ بصراحه بابا رحت قابلها ما لقيتهاش، مش عارف يعني هي عامله كده ليه، يعني هي مش عايزاني اكلمها تاني ولا ايه بالظبط. برافو عليك. شوف لما تمثل عادي على طول. هو مثل عادي. هي طفشت. هي طفشت. انا بشكرك يا عماد. عاوز اي حاجه تانية؟ شكرا. نشكرك جدا. مع السلامه. متشكرين قوي. استاذ يحيى الفخراني، انت دلوقتي ضيفنا في فكر ثواني واكسب دقايق. وانت قلت لعماد دلوقتي ان هو فعلا يدرس الاول يعني. الدراسه اهم ولا الموهبه؟ لا الموهبه الاول. اي فنون هو موهوب دلوقتي. والله ما قلت لحضرتك ان هو يعني متعلم الاول غلط يعني. لما مثل في الاول مثل غلط خالص. لكن هو سنه لسه صغير. هل هو موهوب ولا مش موهوب؟ دي محدش يقدر يحسيها ابدا غير لما يتحط في التجربه، في المحك الحقيقي يعني، قدام الكاميرا ويتقال ويحس باهميه الموقف اللي هيعمله. السؤال الاول هنساله الاستاذ يحيى الفخراني، ايهما اكثر، الطفل ام الشاب في العظام عظمه اكثر في عدد العظام؟ هو يعتبر يعني كلام طبي بقى يعتبر واحد يعني. لكن هو لو انت حبيت تعديهم. ايوه كعظام، لان في مناطق يعني في عظم زي عظمه الفخذ مثلا. أيوة. فيها حتت بتبقى غضاريف في الطفل لسه، فعشان تلتئم عايزه سنين، بتلتئم في سن معين. فطبعا بالنسبه للبالغ او في عمر معين بيبقى عظم الكبير لو عديتيه أقل يعني يجيب حوالي 100 تقريبا او 99. تقريبا 300 في الطفل، وفي الكبير 200 او 206. لا في حوالي 90 او اكتر ممكن. لان الدرجه دي يعني حتى المخ حتى كله يعني عظمه احنا انت بتحب حد يقول لك يا دكتور يحيى ولا الفنان يحيى؟ انا والله بحب يقولوا لي يحيى بس. يحيى الفخراني، السؤال الثاني بيقول ايهما اسرع في الهضم، الرز المسلوق ولا المكرونه المسلوقه؟ هو الاسرع المكرونه، لان جزيء الرز اضخم. جزيء النشا. جزيء النشا. أيوة. في الرز اضخم. أيوة. فبيبقى ابطا شويه. بيبقى ابطا. انا بقول لك السؤال ده عشان انا بعرف دايما انت بتعمل رجيم وحريص. ما طول عمري بعمل رجيم من يوم السبت واول الشهر الجاي واول السنه الجديده.
لك 5 دقائق على شاشة البرنامج، تحب تختار ايه او تشوف مين زي ما انت عايز. هو الحقيقة انا كنت ناوي اشوف حد غيري، بس ما دام انت طلبت مني امثل ففي جزء في مشهد في الجزء الثاني من الليالي الحلمية، مشهد الحب كده بقول مونولوج يعني عجب بعض الناس نتفرج عليه. كويس عشان ما نزعلش برضه نشوفك وانت بتمثل. تحت امر. 5 دقائق للدكتور يحيى الفخراني. المهم ان انا دلوقتي ما بقتش سليم بتاع زمان، حتى بعد ما خدت البشويه ورجعت اغلب ثروتي وكتبت الارض لعادل ابني وضربت سليمان غانم في مقتل، مش فرحان، مش حاسس ان انا جبت اللي بدور عليه. وايه هو اللي بدور عليه يا سليم؟ السعاده يا توفيق. انا من سعيد ولا انا تعيس، انا في حاله محايده ملهاش طعم، مش قادر اوصفها بدقه. الاحساس اللي غالب جوايا هو الملل، حاسس ان انا زهقان من نازك ومن فيلا جاردن سيتي ومن الكلوب ومن البشاويه ومن المصنع ده كمان. فكرت قلت اعمل ايه عشان اكسر الملل ده، قلت اتصالح برضه في حدود البشويه في اطار سليم باشا البدري. رحت سايب فيلا جاردن سيتي وخدت شقه لوحدي وقعدت فيها وغيرت كل اصحابي وحبيت. حبيت؟ ايه يا توفيق، حبيت. انا اكتشفت الحاجه الوحيده اللي ممكن تملى الفراغ اللي جوه صدري، الحب. حبيت. حبيت مين يا سليم؟ نجاة هانم بنت عبد الفتاح بن سلطان. هو ده اللي انا كنت خايف منه، واتمنى يكون خوفي مش في محله. لا هو في محله، ما تنزعجش قوي كده، انا اللي هضايقها ولا هجري وراها ولا عايزها تبادلني الحب ده. انا عارف انها بنت متربيه وبتحب جوزها، مساله خاصه بي انا، انا اخترتها عشان احبها، ملهاش هي دعوه مني لنفسي كده. أحبها حب رومانسي أفلاطوني زي حب المراهقين كده. أنا اخترعت الحدوتة دي، مش عارف أسميها إيه يا توفيق، يمكن تسميها لعبة، حاجة كده زي الجنون. المهم إن أنا لا هدايا حد ولا هأذي حد. هتأذي نفسك يا سليم. بالعكس بقى توفيق، الحكاية دي جددت مشاعري، حسستني بالحيوية إن أنا لسه عايش، في حاجة مهتم بيها بفكر فيها، حاجة بتقلقني بتسهرني طول الليل لما بشوفها قلبي بيدق. تصور يا توفيق، أنا لما ببقى قاعد لوحدي بهجة إحساس غريب، إحساس لذيذ بالنشوة كده، أنا مش عارف أوصفهولك إزاي. أنا أقدر أوصفهولك يا سليم، ده جنون رسمي. فليكن يا أخي،